عسلامة لاباس، مرحبا، كيفكن؟ شحوالكم يعطيك ودودة. اوه عسلامة، شنو احوالكم؟ لاباس، توحشوني اليوم. والله المتابعيني اقسم بالله، وين ضحى؟ وين ضحى؟ ليش ما نزلت الصور؟ ليش موجودة على سناب يا جماعة؟ اليوم احط لكم رابط سناب تشوفوا ستوريات محالة طول اليوم نايمين هو، لكن باقي ستوريات على سناب. اليوم اخر يوم في المالديف. بكرة أردن، نحن جايين، نحن جايين يا غالية، نحن جايين يا غالية. تراها الزرقاء، أنا جايتكم. بس أيوة، شهر عسلك بالأردن راح تكون بالزرقاء. سير الزرقاء، خلص ابشري. يا جماعة ما حطيتش رابط السناب في ستوريات اللي قبل، نحطو لكم هون فوتو. هلا شوفوا ستوريات اللي سويناهم في المطعم. والله سوت ستوريات. فوتو فوتو، في ضحك كتير. يا جماعة ضربتني الفدة، قلت له هيا نعمل طريح تقطيع وطريش. هكا واحد يبرد على قلبه شويه، هيك يعمل شويه اجواء. قال لي شنو؟ قلت لي او ميكس تو توين سيبعثوها لك فسر لك شو معناها. شنو قلت لي انت؟ شو معناها؟ شنو شو معناها؟ ايش معناها تقطيع وتقديش؟ شيء حلو معناها، شيء حلو. هسه راح يبعثوا لك التوانسه يفهموك شيء. شو قلت انت؟ مضيني بيا القور وهنا من الاردن. ايش باش نعمل انا؟ ما اشكوش قطع الرئيس انا. شوف ميكس، هسه انستغرامك يوصل 500,000. والله هسه تنط في المسبح. والله بنط. احكي والله، اقسم بالله لنط. رح احط لهم حسابك في ساعه، في ساعه. هيني قاعد هون، يلا. اقسم بالله اذا وصل 500,000 اني لنط بملابسك هيك. راه زي ما والله. اي هاني جيتكم وباش تسمعوني وتركتوا بكدا، وانا قاعده لم في دنتي. حسيت اليوم اخر ليله هوني في المالديف كهو. باع وروح. قاعدة لم في دينتي كل شيء. الفازيتا دوما الزوز وين نخبي فيهم؟ قلت يلزمني نحكي عليهم ويلزمني نركز عليهم بالتي، على خاطر من أحسن الحاجات اللي قاعدة أنا نستعمل فيهم. ضحى ما تكونش قلبك خايب تستعمل حاجات بهين وما تقول لهمش. جيتكم من غير فيلتر باش تشوفوا معناها. أنا نحب الفيلتر، معناها نستعمل هكا حتى من غير حد شيء نستعمل فيلتر. أما راهو البوم تاعي أنا في الدنيا شيخة عليها، هاكم تشوفوها. راهو والله لا عندي حب ولا عندي حتى شيء، وأنا إنسانة مانيش مغرومة باللي كريم نعمل هكا كريم ولا نعمل سوانيت جملة. أنا مانيش مغرومة مرة في فيل شهوة أي طفلة. فوالا الإيبوس تاذايا هذا مني باش تسمعوني توا باش تخطفوه خطفين. اسمع الو، خليني ما نطولش عليكم وما نقعدش نحكي 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 في حكايه فرغه. العبيد احنا وجوهنا الماكله اللي ناكلو فيه هي اللي تعطي اللي في الوجه. قد ما تاكل حاجه تبهين قد ما تعطي ايفي الوجه. صحيح السوانيت صحيح نستعملو في جوهنا الكل يعطي، اما يقعد المنفعه تخرج من داخل الجسم. تاخو من هدايا زوز حربوشات في الصباح، انا ناخذهم في الصباح مع الفطور نتاعي. تاخو بعد الفطور ولا مع الفطور ما يقلقوش، انا ناخذهم مع الفطور نتاعي. معناها نبدا ناكل ونعديهم هكا حربوشه بحربوشه، حربوشتين اقسم بالله النتيجه تلقاوها. شوف عباره مشيت عملت سوا، انت كنت مشيت تعمل سوا نتاعك تلقى النتيجه نتاعك بالوقت. من غدوه تحس وجهك رجع كانه هو. مش ما نكذبوش على بعضنا، هذه تحسي لي وجهك يقعد جمعتين وماشي ويتحسن. وجهك جمعتين تحسن وماشي ويتحسن، والنتيجه تلقاها بعد نهارين ثلاثه ايام ملي تستعمل الحربوشه. باهي، نعرف اللي كل واحد قبل ما ياخذ حاجه يخاف على روحه. انا الحاجتين هذوما اللي باش نحكي لكم عليهم موجودين في لي باغا فارماسي وفي الفارماسي. معناها هوني انا خرجت من مسؤوليتي الحكايه. في الفارماسي موجودين وفي الباغا فارماسي موجودين، معناها مصححين عليهم في الدوله. تشرب دويك عادي، حاجه باش تظهر لك ايفي مزيان الوجه، فيها فيتامين سي، فيه برشا فيتامين. انا ما نحبش نحكي لكم على فيتامين ومانيش طبيبه هنا باش نزيد نحكي لكم كل شيء. اما راهو كي تاخذوا الحاجه نتاعكم هذه وتستعملوها وتقراوا عليها كان المراه الحبله بالطبيعه
نحي كل شيء كله من الحبلة، البنات الكل نستعمله رو به لوجونا اللي قيد باش تعرس، اللي عندها ما نعرفش شنو القراية جاية ما بدوش لهين برشا بوجوهنا، جست حاجتنا بك اللي كلا ذيك متاع السوانيت معناها فيها برشا فيتامين، خاصة عبارة كأنك عاملة فيتامين في وجهك. هذيك أهم حاجة اللي أنا نشيخ عليها. حرب وشتين ماهيش غالية برشا، موجودة في لي باغا. سينقص السوريات، انا باش نتعدلكم نحكي لكم على الكور بلس اللي هذيا البنات اللي يحبوا يزيدوا الميزان. انا كل شيء باين من غير ما نحكي، انا كنت ضعيفه على الاخر، كانت مشكله كبيره الضعف. ننصحكم خذوا حاجات بيو، حاجات مصحين عليهم في الدوله، كي تشرب وتحط في معدتك وانت واثقه حتى ما مشيش معاك، نقولوا ما مشيش معاك واثقه اللي هو حاجه من عند فارماسي باغا فارماسي، حاجات صحاح معناها حاجة بيه مش هتعرفش عليه منين جاي. الكور بلس هذايا العباد اللي يحبوا يزيدوا ميزان راهو اكيد في الاكيد انه يزيدك، في الاكيد الاكيد انه يزيدك، لكن انت والبدن نتاعك معناها راهو ما تبداش تشرب على بعضه، فما نظام، فما ماكلة، فما حاجات معينين، تنظم روحك، تزيد تستعمل ادويك منظم، وراهو تزيد ميزانك. اللي يحبوا يعرسوا على قريب ربما تجيهاش الوغ. بالنسبة للاستعمال هو راهو شوف، انا بدني من البدن اللي قد ما ناكل قد ما ناكل ما نسمنش، لكن هذايا شنو يعمل؟ يحل الشهية. معناها انا قبل كنت ناكل شوية 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 وما نسمنش، توا شنو اللي خلاني والله 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 اني جبلت خاطر ميكس بسم الله، وليت يعني كي تعطيني صحن نكمله، ونحب الغلة ونحب الديسير ونحب الجو، وليت الشهية محلولة نتشهى. شنو الحاجة باهية فيه؟ يزيد لك الشهية، وهذيك اهم حاجة اللي تخلي البدن قد ما تعطيه للبدن قد ما يعطيك. هذه خذها قاعدة، قد ما تعطي للبدن الماكلة قد ما يعطيك، باش تزيد ويزيدك في البلايس المعينين. حاجة باهية حتى كي تقص عليها راهو ما تحسش انه ضعفت ولا يهلك لك بدنك ولا تصيرك الفزيت هذوكم، لا جاوك مريقل. تستعمل اربع حرب وشات الصباح، حالين الشهي يصير بعد ثلاثة اربعة ايام، بعد ثلاثة ايام من الاستعمال تحس اللي الشهي نتاعك بدا تزيد وكل شيء. استعمل نتاعو ياسر ساهل، مش باش يقلقك، ما في وشك فزت النوم، ما في حتى شيء. طولت عليكم برشا، انا مش نزيد نحكي نحكي نحكي. الحاجتين اللي جبتهمكم مفهومين شنو على شنو انا حابه نحكي. هاوما باش نحط لكم تصويره هنا وتصويره هنا، هما موجودين في الباغا فارماسي ولا في الفارماسي، باش تزيدوا تسالوا اكثر، تحبوا تزيدوا تعرفوا نحط لكم باج انستغرام، زيدوا اسالوهم عندكم، بس عندكم اي سؤال عندكم اي حاجه اسالوا الباج انستغرام قبل ما تمشيوا تشريوا وكل شيء، راهم حاجات مضمونين نجيب لكم ثاني وحاجه باهيه. ونحط لكم تصاور، اعملوا كابتور دكران باش تمشيوا تاخذوهم من الفارماسي باغا فارماسي، وفما اي حاجه اسالوا الباج انستغرام. نحبكم برشا.